نشكر المرابر الإعلامية على حضورهم معنا هذه الوقفة الاحتجاجية، الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي نظمها المكتب المسير لجمعية الضحايا ودادية عبد الكريم الخطابي، والتي اجتمع فيها جميع الضحايا من القاطنين بالمغرب والجالية المقيمة بالخارج لإضاءة ملفهم لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، والذي يهم اختلاس أموال أزيد من 4 مليار سنتيم من الحساب البنكي لودادية عبد الكريم الخطابي، والمتهمين الرئيسيين اللذان لا زالا في حالة سراح بعد إطلاق سراحهما المؤقت من طرف المحكمة الابتدائية شهر نوفمبر 2021. القضية لا زالت غامضة، لا نعرف أسباب التماطل والتسويف والإطالة التي تشهدها هذه القضية. نطالب السلطات المحلية والسلطات القضائية والسلطات المعنية بالعقار على أنها تفتح تحقيقا جديا في هذا الموضوع، وكذلك السلطات البنكية لفتح تحقيق جدي عن حسابات الودادية التي كيف تم استخراج ونهب أموالها من الحساب البنكي بإحدى المؤسسات البنكية. كان موقع النظر سيتي غادي نمشي للفرصة بعدا باش نعبروا على المشاكل اللي عندنا ونشرحوا شنو كاين في هذه الوقفه. دونك هذه الوقفه دارت باش كتندد الطماطل اللي طال هذه القضيه، القضيه ديال ولايه عبد الكريم الخطابي، دونك القضيه ديال خيانه الامانه. كما كنطالبوا من هذه الوقفه اللي هي صامته، وهذا الصمت كيدل على ان واحد الرساله للمسؤولين بان المسؤولين على الصمت هو تنديد بالصمت التي طال هذه القضيه. وكاين واحد التنديد اخر، تنديد انه كنتسائلوا دابا كما كيتساءل الراي الوطني المحلي والوطني على 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 القيمه ديال 4 المريال اللي مشات في حساب الوداديه ما ظهرتش. يعني فين مشات هذه 4 المريال؟ لا ارض يعني وجدوها للمنخرطين، ولا فلوس قدروا يرجعوها. دونك هاد الناس هاد الضحايا كيطلبوا باش يرجعوا لهم فلوسهم، يرجعوا لهم فلوسهم. القطاع ما كايناش، حيت الارض هذيك الارض ولات باسم الدوله، داتها الدوله. دونك هذا هو الميساج من هاد الوقفه. دونك هاد الوقفه هذا هو الميساج منها. يعني نش ضحيه من ضحايا وداديه عبد الكريم الخطابي للسكن، مخارط ذي الوداديه على اساس الاستفاده من سكن اقتصادي بطبيعه الحال، ولكن نشنوا نستفدها وغنغوالو. بالعكس الاموال نغرو حنتنا غرخو نشنا امام القضاء منذ حوالي سنه ونصف، نتراجى المصير 88 جايين، ولكن لحد الان وغنعاود ردي جنحاش. القضيه حاليا امام القضاء لمده تقريبا سنه ونصف، فعلا في اوائل المحاكمات والقضاء انصفان تم اعتقال المتهمين بما فيهم رئيس الوداديه الامين المال الناس، ولكن للاسف نتفاجئ باللي المتهمون يا بعد ما تم القبض عليهم اخنصا بدون اي ضمانات بدون اي حاجه باش عقبنا هذا نغوش الاموال نغني غدا نغوش الارض توغا خاص نصغى، ولكن وادي ني والو. حاليا رخون شي ميمي قنغدا نيتا نطالب باش عقبن المتهمون نغثن دارنا امام القضاء باش هذا نغواجهن، يا اما اذا نغوش رحق النغي تو غنتفخ باش هذا نغثوش هذا نغوش يعني العقار تو خاص نصغى، ما راهو غاص نبو العقار هذا نغار 8 النغ دوانيتا الاساسي دوانيتا اما من شي نقن مون دانيتا كضحايا. نطالب القضاء، نطالب الجهات المعنيه باش هذا نخث نصف باش هذا نختار المتهم والنغ كيس نواجه امام القضاء اكيس نسي ورد نغني ماني جات 8 النغ مادام فعلا هني قنغ ابرياء، مادام قاين ابرياء اذا ما غفلت القضاء بما راحنا اضاورا ما وذن غوذن اختواجه انشاء اذا قذيني إلا مادام قاين ابرياء ادسنا ذا نغواجهن مادام وذيني بو البراءة اذا نطالب القضاء باش هذا نغي نصف هذا نغي يشرح حقنا كما ينبغي.